ورحمة الله، كيف الأخبار؟ كيف الأمور؟ إن شاء الله طيبين، إن شاء الله كويسين. الليلة حنقدم لكم أغنية يهزة هيبدأ من الكوردات اللي هو الكورس، هيكون يا زا ري ماينر، يا دو، يا لا را زا زا، يا القفلة بتاع الكورس اللي تا را ران سول جي تان 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 تان، اي ماينر، اي ماينر، تمام؟ تارارام تان 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 الجزء الثاني كوبليه من الأغنية، تمام؟ اللي هو تارارا جي تارارا ري ماينر دو، هيكون مرتين كده. الجزء الأخير اللي هو التسليم للكورس، ري ماينر دو، ري ماينر دو، والقفلة ما دو اللي هتبقى هنا، اللي هو التسليمة زي اللي هنا، التسليمة زي الكورس، زي الجزء بتاع الكورس، لكن بنعملها اللي هو الجزء بتاع البريدج. ففي نهاية الكوبليه بنبدأ الكورس، الكوردات بتاعت الكورس قبل ما يبدأ الكورس، تمام؟ اللي هو مثلا اللي هو الكوبليه كده، تارارام بام، دي التسليمة بتاعت بعد الكوبليه، تار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 
يا هي هو الكورس يا زا 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 هي تمام. الناس ممكن تكون تلخبطت لانه الشرح سريع شوي، لكن هو مجموعتين من الكوردات بتتكرر. الكورس هيكون عامل كده يا لا 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 يا ري ماينر دو لا را جي اي اي ده الكورس، وفي نفس الوقت التسليمه البري كورس برضو في نفس الوقت الكورس والبري كورس تمام. والكوبليه عامل كيف اللي هو جي اي ماينر ري ماينر، لخبطنا في العربي والانجليزي لكن من الاشكال انتوا هتعرفوا دو، نعملها بالانجليزي اللي هو جي اي ماينر دي ماينر دو، ده الكوبلي. بعدين في نهايه الكوبلي هنخش كوردات الكورس دارا تارارا تان تارارا تان تان تان.